أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل انفوجرافات تسلط الضوء على عدد من أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا. استعرض التقرير التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ودور الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة وسندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية كحائط صد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.